اليوم فرق المعارضة بصدد تنظيم ندوة صحفية تسليط الضوء على الحصيلة ديال البرلمان، سواء الحصيلة ديال نصف الولاية سنتين ونصف أو الحصيلة ديال الدورة الخريفية. هي مناسبة أيضا باش نعبروا على الرأي ديالنا في الأداء الحكومي، ثم أيضا في الأداء ديال البرلمان لا على المستوى الرقابي ولا على المستوى التشريعي. بالنسبة للحكومة، العلاقة مع البرلمان كنسجلوا للأسف، وهو اللي سجلته، هو أن لا على مستوى الرقابي ولا على المستوى التشريعي كان الأداء الحكومي ضعيف، وتيطبع واحد التجاوب ماشي صحي بالنسبة للديمقراطية ديال بلادنا. الدليل على ذلك، واللي صرحنا فيه شخصيا في الفريق الاشتراكي، بأنه واحد المحاولة يعني الهروب على الدستور، يعني تعطيل الدستور وفي نفس الوقت قتل السياسة والبرلمان. شنو التجليات ديال هاد العنوانين؟ ملي ما تيحضرش رئيس الحكومة 50% من العدد ديال المرات اللي خصو يحضر، بمعنى أننا كنفوتوا 10 مواضيع على المغاربة أن يستمعوا لها يسألوا فيها رئيس الحكومة ويستمعوا للجديد ديال رئيس الحكومة. حكمة المشرع أنه تكون مسألة شهرية، رئيس الحكومة يجي للبرلمان كل شهر، هو أن تكون الآنية مع المغاربة. المواضيع اللي شغلت المغاربة في هاد الثلاث سنوات الماضية، سنتين ونصف الماضية، بحرارة وبقوة حضرش فيهم رئيس الحكومة. ملي كان ارتفاع الأسعار وارتفاع الوقود وارتفاع كل القوى، مجاش رئيس الحكومة باش يدير مسألة شهرية. الدروة ديال الإضرابات ديال التعليم، مجاش رئيس الحكومة، جا رئيس الحكومة في نهاية الأزمة. فين كانت الأزمة ديال الإعلام بكل تلاوينه والإشكالات المرتبطة بالمجلس ديال الوطني للصحافة، مجاش لمتو إلى الآن، مجاش رئيس الحكومة. اللي خارجين المحامون وكانت العدالة على المحك، ما جاش رئيس الحكومة. فملي كنعطيو هذه الأمثلة تنقولوا لأن الوقود ديال الحياة السياسية في بلادنا والوقود ديال العملية والوقود حتى ديال الإعلام، هو حضور رئيس الحكومة اللي أعطى النفس. ملي تيختار رئيس الحكومة أنه كيمشي كيختار كنجيب مواضيع ميتة وكنقدمها بطريقة استعراضية، ما هذا قتلوا للسياسة، وحتى المغاربة والمواطنين والمواطنين مابقاش عندهم شغف باش أن يشوفوا هذا. أضيف إلى ذلك أنك الغياب الكثير تأثر على الممارسة. هذا رئيس الحكومة، إلا نزلنا عند الوزراء كتبع نفس 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 العملية، ما عندناش وزير اللي حضر كل مرة. المعدل اللي عندنا في هذه السنتين خص كل وزير يكون حضر البرلمان مرة واحدة، 20 مرة في هذه المرات. كاين وزير في الحكومة، الأمين العام للحكومة، ما حضر ولو مرة، ترفض يجي البرلمان، تعتبر بحال الا هو ما معنيش بده، هو وزير في الحكومه. وكاينه اسئله هامه ومنطقيه وقدمناها في الفريق الاشتراكي المتعلقه بالجمعيات اللي كتعرف واحد العدد ديال الاشكالات ديال بخصوص ما يخص بالمنفعه العامه، وتفضل بان تحويلها للعلاقه مع البرلمان للجواب عليها. كاين وزراء اللي جاوا في هذه الاربع سنوات ثلاث مرات او اربع مرات. كان الاقصى الوزير اللي وصل واللي كنعتبروه ما كاينش مشكل نتوصلوا جاو خمسة المرات، بمعنى ان الحضور. اذا الى جمعنا ان واحد الغالبيه ما فاتش سبعة المرات، فنتخيلوا شحال ديال الاسئله وشحال ديال الاقطاب اللي تفوتات. مثلا العمل البرلماني هو هذا الحضور والمواكبه للعمل الوزراء. نعطي نموذج اخر، ملي كنقولوا في بلادنا اهم قانون صدقنا عليه، واحد قانونين كبيرين اطار، قانون الاستثمار والقانون ديال الاطار ديال الصحه. قانون الاستثمار تجندنا في الصيف العطله حتى نجح بسرعه حتى تصدق على القانون، ثم بعد ذلك الوزير ما تيجيش، جا ثلاث مرات فقط في سنتين ونصف. جلالة الملك في الخطاب ديال الدورة الماضية ديال الافتتاح ديال الدورة البرلمانية تكلم على الاستثمار كأهم دعم للتحريك، في حين أنت عندك قانون الإطار وكل المراسم والقوانين المتبعة ليه ما جبتيهاش باش أنك تصدق عليها. إذا بلادنا ما يمكنش تمشي بهذا الوتيرة، هو اللي سميناه قتل السياسة، ولكن قتل عملية التطور، وهو ما كيهدد أيضا الأمن التشريعي في بلادنا. إلا مشينا للجانب التشريعي، ملي نقولوا بأن الحكومة في سنتين ونصف جاوبت فقط مع ثلاثة مقترحات القوانين، غادي تعطينا الصورة ديال عدد القوانين اللي جابتها الحكومة ضئيل جدا، بحال إلا بلادنا ما تطورش. شنو القوانين؟ القوانين هي في حركية مع المجتمع، أن دائما كاين قضايا جديدة كتطلب اجتهادات كتطلب تنويعات، هذا الشيء ما كيحصل. إذا بالنسبة لنا للحكومة، هذا بالنسبة لنا على المستوى العلاقة مع البرلمان، ولكن في نفس الوقت بنقول واش القضايا الكبرى اللي علقنا عليها الأمل ديالنا في هذه السنتين تحققت؟ البلاد،
لا 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 ارتفاع الاسعار بقى بنفس الوتيره ديالو. ارتفاع كلها كانت التبريرات الاولى ديال الحكومه بانها مرتبطه بالسوق الدوليه، مرتبطه بعوامل، واخا تتغير العوامل الدوليه العوامل الاسعار بالنسبه لنا في بلادنا ما تتغيرش للاسف. المؤشر اللي قلناه مع السيد رئيس الحكومه اثناء المساءله الشهريه هو تعليم نموذج، ما حصل في التعليم هو نموذج لجوج الاشياء، هو ان ملي خرجوا التعليم بداك السخم قوة باش يقولوا للحكومة، لأنهم صدقونها الأول الوعود الكبيرة اللي تعطت لهم، ثم ثانيا لأن ارتفاع الأسعار والتضخم أصبح يهدد الحياة ديال المواطنين والمواطنة. فالطبقة المتوسطة اليوم تتململ في كل القطاعات الحكومية، في الإعلام نموذجكم، لأن يعني المستوى المعيشي تطور بواحد 100% في حين الأجور ما تحركتش من 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 المكان ديالها. فبالتالي نعطوا أحسن نموذج الطبقة المتوسطة اللي كتكون في كل المجتمعات صمام ديال 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 الأمان، ما كيتحققش هذا يعني بلادنا. كنبغيو نزكيو مع السيد رئيس الحكومه بان كاين شويه الخطر يجب الانتباه ليه. اليوم كنشوف بان واحد عدد القطاعات ونقابات كتعلن اضرابات في قطاعات حكوميه اخرى. الحكومه دارت اضراب حوار غير ناجح في التعليم، لانه واخا عطت فيه يمكن تعويضات مهمه للاساتذه ولكن ما تقبلش. وهو ما كيطرح علينا واحد السؤال، كيفاش الزياده بداك الحجم ديال 1500 درهم؟ ما تقبلش لان الحكومه ماشي سياسيه باش تعطي عرض ممتاز، ولان ايضا نقولها باللغه اللي تنقولها دائما، لان الليبراليه كتامن بان الا عطيت غير الفلوس راه حليت كل شيء، في حين هذا التمرين ديمقراطي في بلادنا اللي تيقول بان الفلوس ما كيحلوش كل شيء، كاين اشياء اخرى اللي باغينها الناس.